السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكل من تيشوف هذا الفيديو تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتحياتي لجميع المتتبعين ديال القناة. معكم أختكم وصاحبتكم ربيعة في فيديو جديد، واليوم إن شاء الله البنات في هذا الفيديو جبت لكم واحد الوصفة بالنسبة للناس اللي عندهم سحر التماريض، واللي خادمين ليهم التماريض، واللي صحتهم دايما ضارهم وعظامهم دايما مدقدقين عليهم وما عندهم حتى شي عظم صحيح. وكاينين البنات اللي ما عارفينش منياش، فإلا كنتو مشيتو للطبيب وما عندكم حتى شي مرض ورغم ذلك تتحسوا بصحتكم ماشي هي هذيك، فكونوا اكيدين انهم خادمين لكم التماريض. ولهذا انا جبت لكم هذه الوصفه، هذه زوينه زوينه، واتهنيكم من هذا المشكل هذا. ومكونات اللي متوفرين تقدروا تشريوهم، راهم متوفرين وساهلين. فشنو هما هاد المكونات اللي غنحتاجو لهاد الوصفه؟ فتتمشيو البنات عند العشاب وتتاخدو العرعار، ورق السدر، الملحه الحيه، ورق الزيتون، ورق سيدنا موسى، الفاسوخ، ام الناس، الخزامه، حب رشاد، الشب اليماني. هادو هما المكونات البنات اللي كتاخدو غير شويه شويه من الحاجه، كيف ما قلت لكم عرعار، ورق السدر، ملح الحيه، ورق الزيتون، ورق سيدنا موسى، الفاسوخ، ام الناس، الخزامه، حب رشاد، الشب اليماني. تناخدوهم وتنديروهم في وسط الماء، وسط واحد الكميه ديال الماء، شي تقريبا واحد نص سطل ديال الماء، وتديروا فيه هاد المكونات. كل حاجه ديروا منها تقريبا حفنه من الحاجه، وتديروهم في النجوم، تتنجموهم ليله كامله في وسط هذاك الماء، تديروهم في شي سطل وتتحطوا السطل قدام النجوم. ولغد ليه البنات، ملي تتبيتوهم في النجوم لغد ليه، تتاخدوهم وتطبخوهم في هذاك الماء، تديروا في شي حاجه وتطبخوهم في الماء ديالهم اللي باتوا فيه. من بعد ما كتطبخوهم تتصفيوهم، الماء تتغسلوا به، تدوشوا به من راسكم حتى لرجليكم، وماشي مشكل واخا يمشي في المجاري ماشي مشكل، دوشوا بهذاك الماء. والعشوب رميوهم في شي جريده. مفهوم البنات؟ الوصفه ساهله ما فيهاش شي صعوبه. هذاك الماء تدوشوا به بعد ما تصفيوه، والعشوب تترميوهم في شي جريده، وبالصحه والراحه. وغادي تلاحظوا واحد الفرق كبير على الصحه ديالكم، وهذاك التماريض اللي عندكم كله غادي يزول وغادي يحيد باذن الله تعالى. هذه هي الوصفه ديال اليوم، تنتمنى انكم تطبقوها الا كنتو كتعانيوا من هذا المشكل هذا. وهذا ما كان البنات في هذا الفيديو، وشكرا لكم على التتبع، وما تنساوش ديروا لايك للفيديو، وشكرا بزاف بزاف، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.